وقع الطلاق وبدأ التسابق، التسابق إلى كسب محبة الولد. هي تعطي الولد ما يريد وما يحب، وهو يعطي ولده ما يطلب. هي تظن أنها بهذه الطريقة أن ولدها سيحبها أكثر، وهو يظن أن ولده إذا أعطاه كل ما يريد سيحبه أكثر. فماذا تفعل الأم؟ تذكر أبا الولد بالسوء، تقول له: أبوك لا يهتم بك، أبوك لا يحبك كما أحبك أنا، أبوك قصر معك. ثم هو يقول لولده: أمك لا تهتم لأمرك، أمك لا تشتري لك شيئا، أنا الذي أحبك، أنا الذي أنفق عليك، أنا الذي. أين مصلحة الولد؟ هل مصلحة الولد بأن تعطيه كل ما يريد؟ هل مصلحة الولد أن تعطيه كل ما يطلب؟ هل مصلحة الولد أن تعطيه كل ما يحب؟ مصلحة الولد بأن تربيه على حسب الطريقة الإسلامية، مصلحة الولد بأن تربيه على حسب التعاليم الشرعية. وهذا يحتاج أن تتعلم أيها الأب كيف تكون التربية الإسلامية، وهذا يكون أن تتعلمي أيتها الأم كيف تكون التربية الإسلامية، حتى تقر أعينكم بهذا الولد، بدل أن يذكر كل واحد منكما عيب الآخر أمام الولد. هو يذكر عيب أمه أمامه، وهي تذكر عيب أبيه أمامه. ليس هكذا، لا ينبغي أن نفعل هذا. قولي له: أبوك له فضل عليك، وقل له: أمك لها فضل عليك، ثم تتعاونان لما فيه مصلحة الولد، تتعاونان لما فيه خير للولد، فإن هذا الولد أمانة. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، والله تعالى أعلم وأحكم.